Kadın tanıdım çok ağlıyordu. بهار بنتي، ها؟ يلا يا بنتي تأخر الوقت، أنا بكمل باقي الشغل. خليني شوي. يسلموا يا بنتي، ما ضل إلا القليل. لساته عم يضربك ما هيك؟ لا ما عم يضربني. أنا رح أحكي معه، حتى لو كان زوجك مو من حقه يضربك. ما عم يضربني، والله ما عم يضربني. أنت لا تضايق حالك. يعطيك العافية. الله معك يا بنتي. بهار
شبك بهار؟ شو صاير لك حتى ما سلمتي؟ لا مو هيك، ما انتبهت. كيف أمورك؟ الحمد لله منيحة. تصبحوا على خير. شو قليلة أصل؟ ما بتحكيها هيك، حرام عليك. شو عم تحكي أنت؟ كم سنة صلى متجوزة ولهلأ ما تعلمت تحكي؟ وحدة تافهة. يلا عمر، يلا على البيت بسرعة. بهار شو صاير؟ ولا شي، قلت لشوفك. في حدا كمان ضايقك؟ لك يا طه عمرون، يا عيوني انتي، هدول ما رح يريحونا، لا انا ولا انتي. جوزك جوا؟ ايه جوا. انا رايحه بكره، بخلص الشغل بكير وبمر لعندك. ماشي. ألو؟ نعم أمي. لا عم حضر أكل. إيه بكفينا. عم يشرب بالبيت. رح حضر له. إيه لبيت أختي. إيه. رح استنى أمي. ماشي حاضر. تصبحي على خير. تفضل أخي. يا خانم بدك 10 دقايق لتفتحي الباب؟ أهلين وسهلين، شرفت. وكتران حكيك خزيت العين. حضري الطاولة. شكرا.
يلا إبراهيم قوم. لجوا صحة وانا بصحتك. صحة. اسمع هي سألوا لها واحد شو رأيك بالزواج مبكر؟ هي ساعة رضا؟ عادي عادي. لازمك شي؟ إذا بدك أي شي فيك تخبرني. نقوم حضر لك شوية فواكه. قلت لك عادي عادي في شي لازم نحكي فيه. أنا ما عندي ولد ولا تلد. ما عندي ولد. شو بدي قلك؟ شو قول عن حالي؟ رضا لا تحكي هيك. أبي وأمي معارفي رفقاتي كلهم عم يسألوني أيمتى أنتوا رح يجيكن ولاد؟ انتو متجوزين كل هالسنين عم يقولوا ليش ما عم يجيكن ولاد؟ كأنهم كلهم تركوا شغلهم وحياتهم وبلشوا ينقوا علي. الكل عم يطلع فيني هديك النظرة. الكل عم يطلعوا فيني ومفكرين انه انا المقصر. تقولي عم يضحكوا علي. رضا خلينا نروح لعند شي دكتور بلكي بيلاقي لنا شي حل، يعني شي دواء او بيعطينا شي علاج الي والك. ايه لا ضحكون علي اكثر من هيك. بس بلشنا نروح على الدكاتره انا بعرف شو بدهم يطقوا حنك. ما رح اعطيهم هالفرصه ابدا لو شو ما صار. أنا ما بضحكن علي وما بخليهم يجيبوا معدلي أبدا. فكرت كتير كتير حتى لو تجوزت عليكي لك إذا بحرك الأرض من محلها. لو شو ما عملت لو شو ما عملت عالفاضي. لأني أولاد ما بيجيني. رضا إذا بدك منروح على محل بعيد عبلاد ما حدا بيعرفنا فيها. أنت بتكون جوزي وإلك حق علي كمان. ما بتركك لحالك.
بلكي نتبنى ولد. هاي الشغلة مو مستحيلة، عم نشوف بالتلفزيونات. بلكي بصير عنا ولد، بلكي بتحبني لما بحضن شي ولد. يمكن تصير أحسن، بلكي تتغير نفسيتك وبترتاح. ولك مخك قد العصفور وعم تنصحيني كمان؟ إذا بيصير مثل ما خططت هالشغلة هالليلة هي هون بدها تنتهي. أنا فكرت بكل شيء، في طريقة واحدة لحتى نخلص من هالشغلة. وشو هي؟ الأصدقاء والأعداء ما رح يعرفوا بهالشي شو ما صار، وأنا كمان شو القصة؟ راح أخي إبراهيم؟ لأم ضب السفرة. بدك تنامي معه، عم تسمعيني؟ بدك تنامي معه. رضا أنت أكيد سكران. أنا لا سكران ولا مكران، عم تفهمي؟ حكيت معه عن كل شيء، فهمتوا الحكاية كلياتها. كل ليلة عم تفهمي، كل ليلة لحتى تحملي بولد وترجعي لي كرامتي. عم تفهمي؟ وبدك ترجعي لي شرفي مثل الأول. إذا بتخبري حدا بهالشي أو بتمانعي أو بتفتحي تمك بخلص عليكي فورا، فهماني؟ بخلص عليكي وما حدا بيدرى فيكي، فهمتي وليه؟ انت شو عملتي يا غبية؟ لك شو عملتي وليه؟ لك شو عملتي بالزلمة؟ قتلتي؟ لك انا شو فهمتك بالمطبخ؟ بدك ياني قتلك؟ بدك ياني ارتكب جريمة؟ بدك ياني ارتكب جريمة؟ رح قتلك، والله رح قتلك، رح قتلك، رح قتلك بايدي.
kadın tanıdım çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Evinde ayrılmış bir hal vardı. Acıdığım haline elim değmedi. İşimden ayrılmış bir hali vardı. Acıdığım haline elim değmedi. İşimden ayrılmış bir hali vardı. Sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. أنا بهار سليم أغلو، ساكنة بحي اسمت مركز قارس. قتلت جوزي رضا سليم أغلو وصديقه إبراهيم شان يوردو. قتلتن بالمقص. صار لي متجوزة 6 سنين و4 شهور و17 يوم. تجوزت عن طريق السؤال. عمتي يلي لقته وامي عجبها وبابا هو اللي جوزني لرضا. حطوني بحضنه. كنت صغيرة. ما إجانا أولاد أبداً. كنت دائماً أدعي لربي يا الله ترزقني بشي ولد حلو. بس الله ما رزقنا أولاد. رضا قال لي أنت السبب يا عاقر. ضليت حاسرة بقلبي وما حكيت شيء ابدا. بس رضا يلي ما كان يجيب. الدكتور يلي حكى ورضا طلب مني روح نام بحضن رفيقه. وضل نام معه دائما لحتى اهبل وجب له شقفة ولد.
هذا اسمه اغتصاب. لو ما أنا قتلتهم أنا كنت بالقبر، وابني كان رح يصير اسمه ابن حرام. أنت مجرمة، قتلتي شخصين. أي أنا قتلت شخصين، أنا بنت مجرمة، بس والله العظيم كل اللي صار صار غصبا عني. يعني أنت هلأ عم تعترفي أنك قتلتي شخصين؟ عم بتدوري على شيء يا أختي؟ لا لا ما في شيء. استني يا بنتي، الله يرضى عليكي ساعديني لحتى جوات العربة. نقطع حالي والله ما عاد فيني. يلا ريتك تقبريني. ان شاء الله الله بيرضى عليكي يا بنتي. سفرتنا كتير طويلة، عادي بترافقيني بالطريق. والله لولاك كنت تبهدلت. خير الله، تسلم ايديكي. كل ليلة كل عم تفهمي كل ليلة لحتى تحملي ولد وترجعي لكرانتي. ليش نقصدي؟ شو بكي لك بنتي؟ قولي لي.
تذاكر من فضلكم، تذاكر. تذاكر، تذاكر من فضلكم. تذاكر، لو سمحتوا التذاكر. انتوا مع بعض؟ ايه مع بعض. لو سمحتي تذكرتك يا خانم. انا ما معي تذكرة. ما بيصير هيك، بدك تتخالفي. هاتي حق تذكرة. ما معي مصاري. اوهو، شو هالناس هي؟ ما في مصاري، ما في تذكرة. يا خانم، يا بتدفع المخالفة هلا يا ما بنزلك بأول محطة. خدي بنتي، هدول كل شي معي مصاري. اوهو، شو بدي اشحد منكم؟ لو سمحتي قومي معي. قومي. ماشي، رح ادفع حق التذكرة. من وين بدك تجيبي المصاري؟ شوف فاتحين صاغاتي هون لك بنتي. خد. لوين انت رايحه؟ هذا لوين؟ لوين طلعتي وما بتعرفي لوين؟ لوين رايح؟ لا اله الا الله، القطار رايح لمحلات كثيره، مانك عارفين لوين رايحه؟ وين اخر محطه له؟ المحطه الاخيره باسطنبول يا خانو. وأنا رايحة على اسطنبول. ما بدك تاخذي الإكمالة؟ لا ما بدي، معلش خليها معك. يا بنتي، انتي ما معك مصاري ومالك اي حدا؟ لا، معي هدول. انتي من قارس؟ لا. حكي لي يا بنتي الحلوة، انتي شو اسمك؟ انا زينب. يا حرام، الله يرحمه، والله كنت بعرفه. اي والله، الله يرحمه. يا حرام يا حرام، الله يرحمه، الله يرحمه. عسار صبحنا جينا وشفنا الشرطه. ما اقول بس الله يرحمه، الله يصبر اشوفهم بسرعه. شايف يا حرام، شوف على الهون. بهار سليم أوغلو، رح بعطيك تفاصيل الهوية. كرر. بهار سليم أوغلو، مولودة بقارس، عمرها بين 26 والسبعة وعشرين سنة. لقينا الهوية بمكان الجريمة، بتكون زوجة رضا سليم أوغلو أحد المجني عليهم. علم
تفضل يا بنتي. لا مو جاي عبالي أكل. يسلم. أنا ستي كان اسمها زينب مثل اسمك أنتي. كانت حلوة كتير يا حبيبة قلبي. لما بتضحك ضيعك إلا كانت تفرح. عشت حياة طويلة بسعادة وفرح، وكان بالها مطمن. إن شاء الله حظك يكون مثل حظك كمان. إن شاء الله. زينب، 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 ليش بطأ سرعته؟ بده يوقف ياخذ ركاب. لوين رايحة بنتي؟ ياتون تفتيش. سيدي ما في حدا بهالاسم. فتشتوا الحمامات وكل شيء؟ فتشنا سيدي. ماشي، لكن خليهم ينزل. أمرك سيدي. العناصر لتحت، العناصر لتحت، العناصر لتحت. خالصين.